بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا فتبينوا أن تصيبوا قوما
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى واتقوا الله لعلكم تفلحون
إنا خلقنا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا